يلا واحد اثنين ثلاثة. أنا سجلت في برنامج الوطن الكشف عن الموهوبين، ثم سجلت في برنامج موهبة الإسرائيل أكاديمي، وبصراحة وتعلمت من وحدة الاختراعات كيف أصنع الأشياء وأسماء علماء ومكتشفين ومخترعين برضو، وتعلمت كيف أصنع الأشياء زي المنجنيق ومن هذه الأشياء، كيف الطاقة تمر عبر الأشياء. إذا كان لك هدف استمر لا توقف، حتى لو جتك المصاعب استمر لا توقف، فإنك راح تنجح يوما ما. أفضل شيء إنك تستغل الوقت الفاضي بقراءة القرآن، ولا إنك تدخل برامج تتعلم منه، أو إنك تقعد تدرس أو تاخذ تكتسب معلومات يعني.